الثانية صباحا منتصف الليل بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. تتواصل أعمال ورشة العمل السياسية تحت عنوان أفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسعى الجميع، وذلك بمشاركة العديد من القوى السياسية السودانية الفاعلة. وتعقد ورشة العمل وسط تطلعات لأن تمثل هذه الفعالية منبرا سودانيا وطنيا خالصا لمناقشة قضايا تحتاج إلى حلول فاعلة في إطار حوار جاد يفضي إلى توافق سوداني سوداني يلبي طموحات جماهير الشعب السوداني. نفت هيئة قناة السويس صحة الشائعات المتداولة حول بعض الحسابات الشخصية مجهولة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 سنة. وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس على السيادة المصرية المطلقة بشقيها السياسي والاقتصادي في إدارة وتشغيل وصيانة المرفق الملاحي لقناة السويس، موضحا أن الهيئة تلتزم بمسؤولياتها الاجتماعية بالإعلان عن كافة تعاقداتها بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها. أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن إطلاق مؤتمر صحفي اليوم السبت للإعلان عن النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم. ويعقد المؤتمر بحضور موسع من مؤسسات مصرية ودولية ومنظمات الأمم المتحدة في مصر والإعلام المصري والأجنبي. ويأتي ذلك استكمالا لسلسلة من النجاحات المحققة على مدار 4 نسخات أثبتت فيها منتدى شباب العالم مدى أهميته كمنصة تجمع الشباب من حول العالم لمناقشة كافة القضايا التي تشغله وخلق مساحة مشتركة لتبادل الثقافات والخبرات في إطار فريد تعد أهم ركائزه هي السلام والإبداع والتنمية. أعلنت الولايات المتحدة أنها سترسل مساعدات عسكرية بقيمة 2,175,000,000 دولار إلى أوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة المقدمة لأوكرانيا تشمل صواريخ دقيقة التوجيه ووحدات إطلاق دفاع جوي من طراز هوك، بالإضافة إلى ذخائر وأسلحة أخرى. عقد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي قمة في كييف مع كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، وتطرقت القمة إلى الخطوات اللازمة لانضمام أوكرانيا إلى التكتل. وأكدت المفوضية الأوروبية أن القمة تحمل دلالات قوية بشأن تجديد دعم دول الاتحاد الأوروبي لكييف في وجه العملية العسكرية الروسية، فيما قال بيان للاتحاد الأوروبي إنه سيتم تعزيز استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بير إنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي جو بايدن على تفاصيل منطاد التجسس الصيني. وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن جميع الخيارات مفتوحة للتعامل مع المنطاد.
وكان مسؤول أمريكي أشار إلى أن الارتفاع العالي للمنطاد يجعله بدون خطر عسكري أو مادي، وبين أن فريق الأمن القومي تواصل مع الحكومة الصينية بشأن المنطاد على عدة مستويات. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وهذه تحياتي أنا لاشطة، إلى اللقاء.